هنا باب المطار النيران العسكري. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نحن نقوم برصد قوات العدو المرابطة في بنية الفردوس وبنية المرندي. المرندي لم تأخذها قوات النظام، ولكن هي خط تماس بيننا وبينهم. نحن هذه المنطقة، منطقة كرم القصر، بدأ النظام في الصباح قبل 3 أيام بالتمهيد العنيف بالدبابات وتقدم المشاة، وبدأ تمهيد عنيف، قصف طيران ومدفعي عنيف جدا، ولم يستطع الإخوة المجاهدون الثبات أمام هذه القصف العنيف، فانسحبنا للخطوط الخلفية، الخط الثاني الذين وضعناه. نحن وضعنا عدة خطط مستعدين لجميع الاحتمالات طبعا، فتراجعنا للخط الثاني تحت الضغط الحديد والنار. وبنية الفردوس كانت لهم، والحرب كروفر وأخذناها ورجعوا استعادوها هم، والآن تعلم الحرب سجال. ما هي صحة الأخبار التي يتناولها التلفزيون السوري عن جلوس قوات النظام في مبنى المرندي وتمكنهم من السيطرة على أوتوستراد طريق الشام الرقة أو طريق دمشق حلب؟ الآن كما ترى كاميرتكم الموقرة أن الاستيراد ليس لهم ولم يتمركزهم فيه، وقوات النظام لم تتمركز أبدا في بنية المرندي، لأن بنية المرندي خط تماس بيننا وبينهم. هم تقدموا في منطقة كرم القصر، ولكن هذه المنطقة منطقة الفردوس والمرندي، الفردوس أخذتها قوات النظام، ولكن بنية المرندي لم تأخذها أبدا. والآن ترى بكاميرتكم الموقرة أن الاستيراد لم تتمركز فيه قوات النظام، وهذا استيراد الرقة حلب. ما هي خطوات القادمة للجيش الحر ولكم بالتحديد في الأيام القادمة لهذه المعركة حصرا؟ تقوم الجبهة الإسلامية، القيادة العامة في الجبهة الإسلامية ولواء التوحيد بوضع خطة لاحتواء الأزمة، والآن نحن بدأنا في عزيزة والشيخ لطفي الجبهة الإسلامية، والفضل لله عز وجل استعاد الشيخ لطفي بالكامل، والآن الخطوة الثانية هي خطوة كرم القصر، ولكن هناك أسرار عسكرية لا أستطيع البوح بها حقيقة. أشكرك الله فيك أخي أبو شمس، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. وكما ترى الآن هذا هو طريق المطار، وهذا طريق الرقة حلب، لم تسيطر لا على قوات النظام. هذا الولد المعتوش، هذه حلوة، قلنا مرارا وتكرارا أن هذا النظام كاذب ولا يستغلها بأي حرف، وتسيطر عليه قوات الجبهة الإسلامية ولواء التوحيد على طريق المطار الرقة حلب الراموسة، كما ترى أمام كاميرتكم الموقرة الآن. وهذه هي بنية المرندي، هي خط تماس بيننا وبينهم، ولم تسيطر عليها لا قوات النظام ولا قوات لواء الحق الشيعية ولا أي فصيل آخر، هو خط تماس بيننا وبينهم بنية المرندي يا أخي. هذا جامع، أحد جوامع كرم الطراط الذي ناله جزء من القصف الهمجي الذي قصفته قوات النظام. انظروا يا أخي، لا تسلم منهم لا المساجد ولا البيوت. هذا بيت الله، هذا ما سبب قصفهم لهذا المسجد؟ يعني هذا مسجد في كرم الطراط. هل هذا المسجد قصف حديثا أم قصف الماضي؟ نعم حديثا، الآن في خلال هذه الهجمة الشرسة التي شنها لواء الحق العراقي والميليشيات. نحن نعلم أن كرم الطراب خالية من العسكر، وأنتم تقدمون إلى الخطوط الأمامية. نعم. أنتم على الأستراد، كنتم مرابطون على الأستراد وفي ولاية مرندي. نعم. ما سبب قصف هذه المناطق؟ هم قصفوا كل، هم لم يستمنهم لا الحجر ولا البشر ولا أي إنسان. هنا حتى خالية لا من السكن وخالية من الجيش الحر أو المقاتلين جبهة الإسلامية. أنتم الآن في الأمام، في الصفوف الأمامية. نعم. من الأستراد. نعم. هو يقصف المساجد كما ترى، انظر هذا القصف حديث، انظر هذه المئذنة كيف بالرشاشات الثقيلة وبالقصف المدفعي. انظر هذه مدفعية كيف قصفوا هذا المسجد. أخي شمس، هل تحدثنا عن أنواع الأسلحة التي يستخدمها النظام؟ ما هي أنواع الأسلحة؟ هو يستخدم الصواريخ، صواريخ حرارية أيضا، لأن هناك بدأ بضرب صواريخ حرارية من فوق المطحنة، بدأ بضرب صواريخ حرارية وصواريخ جراد ومدافع ثقيلة 130، وقصف بالهاون كما
القنابل العنقودية التي رأيتها في كرم الطراب وكرم الجزمات وجبل البترول. هذا المحور الشرقي هو يقصفه بالقنابل العنقودية المحرمة دوليا والمدافع الثقيلة. أيضا مدة يومين ضرب كرم الطراب بصاروخ أرض أرض كما نعم. سمعنا وكما صورنا نعم. صاروخ سكوت نعم. وهناك تدمير شامل للمنازل كما رأيتم، وأخرجوا تلك الطفلة المسكينة صحيح. من تحت الأنقاض على قيد الحياة. إذن هو يضغط على هذه المنطقة كي يقوم باحتلالها؟ نعم لا، هو يريد تأمين محور المطار المدني والعسكري لكي يأتي بالطائرات ويقول أن المطار آمن ويشغل المطار، وهذا بعيد المنال عنه حقيقة، لأن مقاتلين جبل الإسلامية ولواء التوحيد له بالمرصاد بإذن الله. الإعلام السوري ذكر في من الأيام الماضية أن طائرة مدنية هبطت في المطار، ما مصداقية هذا الخبر؟ أي طائرة يا رجل، أي كما رأيتم الآن الطريق لنا طريق، وبنية المردي خد تماس بيننا وبينهم، ونحن لا نبعد عن المطار بضعة أمتار، مئات الأمتار، يعني حوالي 300-400 متر، يعني أي رشاش نضع أي رشاش دوشكا 14 ونص ما يخلي ولا طيارة تنزل من المطار، ناهيك عن القصف المستمر بالهاون والقصف اللي نحن نستخدمه ضد المطار العسكري. والآن كما رأيتم المطار العسكري أمامكم الذين رأيتوه بكاميرتكم الموقرة، ونتوعد هذا النظام المجرم بالرد القاسي على قصفه للمساجد وقتله للناس المدنيين العزل، سيكون رد قاسي إن شاء الله ومزلزل. إن شاء الله. الله يقويك يا رب. تكبير. الله أكبر.